إطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية. بالنسبة لسنة 2021 يضم البرنامج 26 مشروعاً للتنقيب والاستكشاف الموارد المعدنية بمبلغ يقدر 1.8 مليار دينار جزائري، وهي كالآتي: مشروعان للنحاس، مشروع للمنغنيز، 5 مشاريع للفلزات، مشروع لأملاح البوتاس، مشروع للمواد الأولية المنجمية المقاومة للحرارة، مشروع للبنتونيت، مشروع للطين الكوليني لكولا، مشروع لفيلدسبات، 4 مشاريع للكبريت الخام، 6 مشاريع للذهب، 1 مشروع للليتيوم والتربة النادرة، مشروع للأحجار شبه الكريمة، ومشروع للحديد.